في إطار استعداداته المكثفة للتألق في منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، يواصل منتخبنا الوطني لكرة الطاولة تدريباته بإصرار وتحفيز متزايد من أجل الظهور المميز في البطولة. الآن نملك العديد من اللاعبين الجيدين في عمان، وفي آخر البطولات حققنا العديد من الميداليات في مختلف الاستحقاقات. هذا جيد لمستقبل عمان، وهذا يعطينا حافز لبذل المزيد من أجل تطوير ونمو مختلف الفئات. وشهدت التدريبات حصصا تكتيكية متنوعة تهدف إلى رفع مستوى الأداء البدني والتكتيكي للاعبين واللاعبات قبل خوض غمار التنافس. بعد عدة أيام عندنا بطولة في دولة الإمارات، إن شاء الله بنقدر أن نجيب مركز. نعرف أن المستويات بيكون قوية والمنافسات بيكون جدا قوية، بس نتمنى أن نجيب مركز، ونعرف أن نحن نقدر نجيب هذا المركز لأنه ما أول مرة نشارك، وعندنا خبرات شوية على البطولات، نعرف كيف نتعامل مع اللعيبة والأجواء المباريات وكذا. إني أكون أحسن واحدة في العالم من البنات وأفوز مركز، أروح في الأولمبيكس وأفوز مركز أول. حققت في قطر مركز الأول، وإن شاء الله أجيب مركز الأول في الإمارات. التحضيرات المكثفة والتركيز الكامل على تحقيق النتائج الإيجابية عوامل سيبني عليها المنتخب من أجل خطف العديد من الميداليات في البطولة. مشاركاتنا، سافرنا كم بطولة وحققنا مراكز ثالث على غرب آسيا، وفي السلطنة حققت المركز الأول في السلطنة. ويتركز هدف اتحاد كرة الطاولة على بناء أجيال قادرة على التنافسية لأجل مستقبل أفضل لكرة الطاولة العمانية. استحقاق خليجي منتظر يضعه منتخبنا الوطني لكرة الطاولة نصب عينه من أجل السير بعيدا ومواصلة النمو وتحقيق العديد من الميداليات. من مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، خليفة بن سليمان السريري.